السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة شروحات أونلاين، مختصة في ما هو جديد من برامج مواقع كذلك الربح المال من الانترنت. عفوا، موضوعنا اليوم هي شركة ربحية، يعني ليست بجديدة جدا يعني، ولكنها موثوقة، حيث أن هذه الشركة دفعت لي يعني شخصيا يعني حد أدنى $1. هذه الشركة نعم، وهي معروفة يعني عن الجميع اللي ما يسجلش فيها يعني، هي معروفة يعني ذات الحد أدنى $1، وهي تدفع إلى البايبل وبيزا بارفكس موني، والآن تصنيف جيد يعني في موقع ألكس يعني. هي ليست بالنصابة يعني أو شيء من هذا القبيل يعني، مادامها تدفع في الوقت الحالي فهي ليست نصابة. أغلب الشركات الربحية يعني بكل صراحة هي تدفع في الأول يعني لمدة شهر شهرين ثلاثة أربعة، ثم تبدأ في عملية النصب. يعني واحد يعني عملت موضوع على شركة، وبعد مدة نصبت يعني واحد في الرد نتاعو يعني بيقول أن الموضوع هذه شركة نصابة من الأول. لا يا أخي، هي كانت تدفع، ولكن بعد مدة بدأت تنصب. يعني نحن نقوم بوضع هذه الشركة مادامها تدفع، لأن يثبت أنها ذات نصابة فيطرح تعليق يعني فقط لنتأكد منها يعني. لا علينا، هذه الشركة طريقة التسجيل فيها يعني عادي مثل الشركات الأخرى، يعني نضع الاسم، الإيميل، يوزر نيم، باسورد، الرمز هذا، نضغط ندخل إلى الموقع عادي. تأتينا رسالة للتأكيد، ثم ندخل إلى الموقع. هذا هو موقعي، أن هذه دفعت لي. نعم، ها هو إثبات الدفع. هذه الشركة يعني دفعت لي يعني بحد أدنى $1، حيث أن الدفع الأول يكون $1، الدفع الثاني يكون $2، وتزيد حتى $4، ثم تبقى ثابتة في $4. نعم، عادي جدا لشراء الرايفل من هنا، الاستئجار من هنا، الرابط الخاص بك تجده هنا، الرابط الخاص بك بالموقع يعني تجده هنا نعم، لطرحه في المنتديات أو إعطاه لأصدقائك للتسجيل. أما للضغط في الإعلانات نذهب هنا ثم ندخل. نعم، هذه مجموعة من الإعلانات، نختار إعلان من هذه الإعلانات يعني لعملية الضغط. يعني نختار هذا الإعلان مثلا، ننتظر يعني. نعم، سوف يتم توجيهنا، ننتظر لمدة معينة، يختلف مدة الإعلان من إعلان إلى آخر يعني. نعم، ثم على الصورة المقلوبة. أوكي، تم احتساب الإعلان، وهكذا مع جميع الإعلانات. للموقع هذا، للموقع هنالك منتدى في أقسام يعني، وهنا قسم عربي يعني لوضع استفساراتك. نعم، كيف تعرف أن شركة ما زالت تدفع؟ تذهب إلى الموقع، ترى هل أنها ما زالت تدفع للأعضاء، أنها توقفت عن دفع الأعضاء يعني مادامها تدفع، أنها ما زالت. أي استفسار اذهب إلى القسم العربي ويتم التحقيق أنها ما زالت تدفع أو انتهى عملية الدفع. شرح بسيط يعني مثل الشركات الأخرى يعني، لا يتطلب إلى جهد يعني أو شيء معقد. في الأخير نتمنى أنكم تزورونا في مدونتنا مدونة شروحات أونلاين، مختصة في ما هو جديد من الربح في المال وكذلك ربح البيتكوين، وبرامج جديدة وكلها عبارة عن شروح، وهي مدونة جديدة يعني. نرجو دعمنا في هذه المدونة، ونتمنى لكم أمسية جميلة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.